أحضر في هذه الزاوية الكريمة الكبيرة العريقة زاوية الزاوية البلقائدية لافتتاح دروس المحمدية في طبعتها 16، والحمد لله أنها أصبحت سنة حميدة يزورها كثير من العلماء ويغشونها بعلمهم ومعرفتهم ويتنافسون لزيارة هذا المقام الكريم لكي ينفعوا جمهور الطلبة والمشاهدين الذين يتابعون هذه الدروس من خلال النقل الفضائي، من خلال تسجيلاتكم الكريمة التي ترافقون فيها هذه الدروس. ودعوني أقول بأن الجزائر بخير كلما شاهدنا فيها هذه المحافل الدينية المباركة، كيف لا وقد أضيف للجزائر صرح كبير وهو جامع الجزائر الذي دشنه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فكان صرحا إضافيا للمرجعية الدينية في الجزائر.